الجمعيات المصريه للنساء على هذه المبادره والسرعه ديالها. تكريم ديال رفيق من المناطق الكاذبه وكذا الخليجي. القضيه رفيق او رفاق التداعيات ديالها اتحاد رفيق بوكر الجمعيه استمرت فيها ثلاثه ديال البلاغات. والمبادرة هذه اللي مرت فيها جمعية مصر نساء لا تدل إلا على شيء واحد وهو الانخراط ديالها في قضايا النضال التي يخوضها الشعب المغربي. الخلفية ديال اعتقال الرفيقة وفاء الشرف والاختطاف ديالها وما طرت على التحقيقات جرت معها ما هو إلا إجهاز على حرية الرأي والتعبير والنضالات اللي كانت كتفوضى وفاء شرف سواء داخل الجمعية المغربية أو مجالس العمال والعاملات أو داخل حركة 20 فبراير. حاليا كاين هجوم ديال المخزن على كل النضالات التي يعتبرها هو كتشوه الصورة ديالو أمام الرأي العام الوطني والدولي. كذلك كيطرح المسألة ديال الدستور في حرية الرأي والتعبير. الدستور عنده 3 سنين باقي القوانين التنظيمية ما صدرت جديد اللي غادي تعطينا التفسير ديال تطبيق هذا الدستور. وتحية نظامية الجمهورية.